السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا فاضل. الله يبارك فيك شيخنا. في مسألة كده عايزين نعرف في الحكم فيها. تفضل. رجل يجلس في دولة خارجية تمام، ويأخذ من وزارة العمل في هذه الدولة تأشيرات على عمل على أساس أنه سوف يأتي بهم لكي يشتغل عندهم في الشركة، ولكن هو يفعل عكس ذلك، يأخذ التأشيرات بمبلغ رمزي من الدولة مثلا 1000 جنيه، ثم يبيعها للشخص مثلا في مصر او في باكستان او في اي دوله بمبلغ مثلا 20 30 40 الف ماشي. ثم بعد ان ياتي هذا الشخص الى هذه الدوله يقول لهذا الرجل اذهب واشتغل في اي مكان تاني ليس عندي شغل، وياخذ منه نسبه كل سنه. اولا في سؤال، نعم، هل هذا يعلمه مشتري الفيزا؟ في قسم منه يعلم هذا وقسم منه لا يعلم هذا. الذي يعلم هذا الأمر فيه سهل. تمام. ليه؟ لأنه اشترى الفيزا ويعلم أنه سيكون طليقا وسيمارس عمله هو بطريقته، لكن يبقى النظر إلى القوانين الحكومية. نعم. القوانين الحكومية هل تطارده وتمنعه؟ في نعم. القانون الحكومية هناك لو مسكته شغال بره يعني حر بيترحل على البلد بتاعته. لانه كده مخالف للقانون. ايوه انا بتكلم، انا فاهم انه مخالف، هو مخالف القانون. لا اختلاف في انه مخالف للقانون. نعم. لا اختلاف في انه مخالف للقانون. نعم. لكن كلامنا الان على اذا رزق رزقا من هذا، لا نستطيع ان نفتي بتحريم الرزق من هذا الباب. لكن في جزئيات انا هجيبها. سأجيبك. إذا كنت تسأل عن الرجل الذي يبيع هذه الفيز، نعم، إذا كان مستخرجها في الأصل هو الذي يبيعها فهو مخالف لقوانين دولته ولا يجوز له ذلك. نعم. لكن إذا كان الذي استخرجها سلمها لوكيل له في مصر، والوكيل المصري باعها بالتراضي مع مشتريها، فالأمر أصبح أخف شيئا ما. لكن الذي يحدث أن المقدم للفيزا في الدولة الخارجية يقدم طلب فيز على أنه يحتاج إليه ما يشتغلون معه، فهو يغش دولته فالجواب متعلق بثلاثة أفراد: مستخرج الفيزا الأجنبي والوسيط والمشتري. فإذا كنت تسأل عن العلاقة بين الوسيط والمشتري، هذه إذا بينا لا إشكال فيها، لكن يبقى النظر إلى أن هذا الرجل المستخرج الفيزا يغش دولته في هذا الصدد. وأيضا يسبب مشاكل كثيرة، أنه قد يدفع الرجل المصري مثلا 30-40 ألف جنيه من مقابل الفيزا. نعم. وهذا بلا دولة كالكويت يقول لك ما عندنا شغل، دبر نفسك، يعمل تقبض عليه. صح. فيكون هذا ظلم واضح. نعم.